أطلقت مجموعة شمس التي تضم تيار المجتمع المدني، جمعية نحن، المركز المدني للمبادرة الوطنية ومستقلون، مبادرة الإعلان الشعبي الأول نحو بطلان القيد الطائفي في سجلات النفوس. أيها اللبنانيون واللبنانيات، أسقطوا إشارة الإكراه، إشارة التفرقة، إشارة العداء في حياتنا الإنسانية وفي حياتنا الوطنية. وهل يحتاج المؤمن إلى إشارة كتلك الإشارة ليتعرفه رب العالمين؟ المستوى الإنساني أولاً بيصير شخص، مش شيء ملك من أملاك الغير، كانوا الأهل أو الطوائف. النقطة الثانية هو بغض النظر فيما بعد عن وجدان الديني، مواطن لبناني بالمجال العام وتجاه الدولة اللبنانية، وهو إنسانيا مثل وطنيا أخ لكل لبناني آخر. الثورة هي من هون بتبلش، وإذا ما بلشت من هون ما في أي شيء جدي فيها. بحسب المبادرة، فأن هذا المطلب ما هو إلا تطبيق للقانون والدستور اللبناني والاتفاقات الدولية، وتنص على بطلان الإشارة إلى المذهب في سجلات النفوس وفي وثائق الأحوال الشخصية كافة، ما لم تكن بالإرادة الصريحة لصاحب العلاقة بعد بلوغه سن الرشد القانوني. نحن نطلب من اللبنانيين المشاركة بإعلان إبطالة وليس المطالبة. بالموازاة هذا التدبير الإعلان الشعبي، نقوم بإجراء قضائي للطلب من القضاء باتخاذ دوره الوطني والقيام بمسؤولياته وإعلان البطلان بموجب قرار قضائي باسم الشعب اللبناني. فعندما يوقع اللبنانيون على الإعلان، على القاضي أن يلتزم بأن يعلن باسم الشعب اللبناني. وذكر المجتمعون بالدعوى المقدمة منذ أواخر عام 2019 من قبل مجموعة من المواطنين بوجه الدولة اللبنانية للمطالبة بإعلان بطلان ذكر مذهبهم في وثائق الأحوال الشخصية الخاصة بهم، معتبرين أن وثيقة الولادة بشكلها الحاضر والتي تذكر المذهب تخالف القانون وتعارض الدستور والمعاهدات الدولية والشرائع الدينية. سابقاً كان شط بالإشارة عن الهوية أو عن إخراج الأيد، بقي تسجيل المواطن بسجلات النفوس أنه هو محسوب على طائفة، وبالتالي هو رقم في هذه الطائفة، هو عدد في هذه الطائفة، هو شيء لدى أصحاب القرار في هذه الطائفة، يتم القرار عنه، اتخاذ القرار عند ولادته بتصنيفه، وهذا التصنيف عم بيأثر على حقوقه الدائمة منذ ولادته إلى حين وفاته. والقانون لم يطلب ذكر الطائفة، هي ممارسة إدارية مخالفة للقانون، مخالفة للاتفاقية الدولية ومخالفة للدستور اللبناني. وبالتالي من يريد أن يذكر الطائفة له الحق في ذلك عند بلوغه سن الرشد، أما عند ولادتنا ممنوع ذكر هذا الشيء، هذا أمر مخالف لكل القوانين وتصنف وتؤثر على الحقوق الفردية والمدنية والسياسية. ولفتت المبادرة إلى أن أي مواطن يمكنه الانضمام إلى هذا الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمجموعة شمس.